متابعي الاوفياء، صورت لكم الاشغال اللي كاينه جهه المطار والاشغال اللي جايه لينا من المطار، وغاديه لينا في هذا الاتجاه جهه الملعب ادرير وغاديه لنا للميناء والمنطقه السياحيه ديال التغازوت عبر مراحل. جيت لكم هنايا في شهر 2 2024 ودابا شهر 3 2024، يعني تقريبا واحد الشهر. الاختلاف اللي كاين هو ان هاد البلاصه صافي راه كررتوها وبدات العمليه ديال الجسر، غيكون تما كاين الجسر ماشي نفق. غنمشي لكم من هنايا باش تاخذوا فكره من هاد من الجسر حتى للقنطره. مدينه ان شاء الله الرحمن الرحيم اكادير غتعرف لينا واحد المجموعه ديال الجسور، واحد المجموعه ديال القناطر كبرى، وكتعرف لنا واحد الحركه كبيره في مجال اعاده البنيه التحتيه. خليكم معايا. هنا بداو كيحطوا في السوميلات، الله يسر لهم الامور.
مرحبا. هنا كنكونوا وصلنا لاخر نقطه اللي بقات لينا، خديتوا فكره على البلاصه اللي باقا. خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن اللي بان لكم انا بحيت.